إذن دفاع موفقة سيداتي آنساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف لسابع أشواط هذه الأمسية. أفراس العربية الرابحة من انتصار إلى ثلاث انتصارات تتنافس على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، مسافة لا يتفرق. قيمة الجائزة 125,000 ريال وتسع أسماء تشارك في هذا الشوط. بانطلاقة متوسطة السرعة بسرعة 15.41 تبدأهم هنا أربيليدي ديب وأيضا عجال خالدية في ثاني المراتب. خفيفة بالتحالي مع استاديو سوليل في المرتبة الثالثة، وهنا شرف الحزام في المرتبة الخامسة، وهنالك تهامية الخالدية وأليزية في المرتبة السادسة والسابعة. هيبة تتمركز في ثامن المراتب، والعنود اف بي ار في آخر المراتب. تتقدم أربيليدي ديب مع نواف المضياني بشعار سالم الرومي في من مطاردة قادمة. هنا من خفيفة في المرتبة الثانية شرف الحزام مع محمد أدهام بالقبعة السوداء تتمركز في ثاني المراتب الآن من المسار الخارجي. هنالك آيس ديد وسوليل خفيفة يستحثها أليكس موريني، وعوجال خالدية تتمركز في المرتبة الخامسة 600 متر الأخيرة. مشاهدين ومتابعين الكرام بسرعة 52 الآن هنا تهامية الخالدية من بين الأسماء قادمة. تبدأ شرف الحزام في أولى المراتب قادمة هنا ابنة تعوج الخالدية والقدوم من آيس ديد وسوليل. تو فور لونج الفاصلة مشاهدين الكرام، تتقدم شرف الحزام بكل أريحية حتى الآن بشعار محمد الحزام تدريبات بدر رفيعي. هنا تبدأ الشقرة توسع الفارق بينها وبين أقرب منافسيها تبحث عن انتصارها الثالث بتصنيف 84 ما قبل هذا الشوط. القدوم من قبل تهامية الخالدية وكذلك خفيفة في ثاني المراتب محمد إدهام يستحث شرف الحزام. قادمة ابنة تعوج الخالدية التي تبحث عن انتصارها الثالث وعلى ما يبدو أنها تجده في هذه اللحظات. ألف مبروك للسيد محمد الحزامي والمدرب بدر رفيعي والخيال محمد إدهام. شاهدنا خفيفة في ثاني المراتب وتهامية الخالدية في المرتبة الثالثة وابتسامة الانتصار من قبل الخيال المحترف الرائع محمد إدهام الذي